بعدين ناخذوا البركه ديال الحيط، شيل لها الحيط، شيل لها جدودي، شيل لها حكيمي جياس. هاد الحيط هو اللي كتنزل منه الافكار، منين كتنزل الله اعلم. ما عرفش هاد الحيط اخويا، راه ما غنصبغو ما غنقادو ما غنخليو عشوائي بحال هكا، حيت هاد العشوائيه هي اللي كتصدر. شي ديك زوق العيبات قاد من هنا قاد اناره قاد افكار ما كتنزلش على بنادم، سبحان الله العلي العظيم. المهم ما علينا الاخوان، تحياتي لكم واحد واحد، داخل الوطن وخارج الوطن، كيف العاده حالنا هذا، شويه فرح شويه سعاده، ما علينا. المهم بغينا نهضروا في واحد الموضوع اللي مهم بزاف. قبل ما ندخل في هذا الموضوع راكم عارفين، بغيت نناقش واحد الفكره وبغيتكم حتى نتوما تناقشوا معايا. دابا انا واحد الانسان مثلا صاحبي، مثلا واحد الدري صاحبي خارج انا وياه، هذاك خونا صاحبي، وهذاك صاحبي مخاصم مع واحد، صاحبي مخاصم مع واحد اخر. دابا هذاك اللي مخاصم معاه خونا دايز انا وياه، قال لك علاش خرجت وياه وانا مخاصم مع هذا؟ يعني شو على افكار كيديره، تتخاصمتي مع واحد بغيتي انا حتى انا نتخاصم معاه، شو عقليه كيديره؟ يعني خاصك تخاصم صاحبي لا تخاصم مع صاحبه حتى انا نتخاصم معاه، شو عقليه كيديره خويا؟ هذيك الغيره المفرطه ديال الدريات ما عندنا ما نديرو بها، هذاك الشيء ما عنديش انا يا خويا. حتى عندك بينك وبينه عندو شي علاقه خايب معاك هو، انا معايا زوين الله يعمر دار. انا بلا ما تقول لي طبق عليا السياسه ديال كسكسو فور ديال لا حق الشك معاه، علاش كراكم كتهضروا فيا كره خويا؟ ما بقاش تكيف الجوانات وما بقاش تضرب المعجون وما بقاش تضرب هذاك الشيء، بركه من الوسواس القهري. راه واكل امك الوسواس القهري، كيبان ليا سالم معك ساسك، شحال من واحد ديال متساس الوسواس، الوسواس غادي يتلفت غادي يسمع سميتو كيسمع في الطريق وراه ما كاين والو، نتكي امك وغمض على امك، هاك بالك هاك بالك هاك بالك، هادي تنفع هادي تضر هادي تنفع هادي تضر. المهم ما علينا، بغيت ندوي على واحد الموضوع ديال المشرمنين ديال الكشكا الكشكش، ديك اش كيقول لها فرده كشكش فرده كشكش، صاحبي خويا هذوك اللي كيغلظوا صوتهم بحال صوت ديال السوين ملي كيخرجوا من الحبس. شو الكادوات عندهم المشرمنين ملي يلا بغى يخرجوا من الحبس كيديري؟ عمرني شفتو في حياتي. الناس هنا الناس نقيه والناس اللي واعيه والناس اللي بشكال وكذا، كيجوا عندو كيبداو يقولوا على سلامتك اخويا وراك غلطتي ودرتي وعندك ترجع وكذا، وراك فهمتي الحمد لله داس سالمه وداس هذه وتعوضها في شي حاجه اخرى، روج داركم مجدي لك ان شاء الله مستقبلا، تقدر تمشي لبرا تقدر تكمل قرايتك تقدر تخدم تقدر. الناس كيوجهوا هنا مشرمنين، لا مشرمنين ملي كيخرج من الحبس اش كيقولوا لي؟ مع كيتلاقاو كيجي عندو عيني محاولين كاملين على سلامتك اخويا الرجوله، دوزتي حبسك بالرجوله على سلامتك عشير. كادوات عندهم كيديري كيبدا يجبدو كيقول لك ما واكلاش ياك عشير، شحال ما كليتي عامين وانت في الحبسك، كيعطيو الراق كيعطيو الحلوى خونا كياكل شوي كيعيط للاخر يلا تشرب معايا، ما كيشرب ما كيتقاد العيبات. واحد اش كيدير؟ كيجيب ليه جنويه 22 كيقول لك هذه عدي بها، تنجيب لك تنجيب لك السيف قتل به. يعني شوف واش كيبدي خلو تا يتقرقب وكيخلو تا ياكلها مزيان وطلعو ويشربو مزيان، واش كيبدي يقول ليه صاحبتك؟ كيقول لهم مالها، تا هو كيغلاط لي الصوت مع القرقوبي كيقول مالها، كيقول لي ديك البيضه مالها، كيقول لي ما دير فراسك والو، تجي وحده وتجي وحده عشير، تا مالها تا مالها، كيبدي يدير مالها مالها. ما هما هذوك المشرمين ديما ها ايوا الرياضه كيدير ايه 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 يجبدها، راه غنجبد الحبيبه الطويله وراه غنجبد الحبيبه امي، مالها مال صاحبتي فين هي؟ مالها ما بقاش عيطت انت مالها؟ دابا الدريات ديال المشرمين ماشي بحال الدريات كي اليمين والعب، دابا الدريات ديال المشرمين بحال قلتي قانون الغابه، القوي ياكل الضعيف. هي الدريه فين ما كتشوف شي واحد شجاع قبيح كيهرس الجاج كيهرس طوموبيلات كيهرس كيتلقى العباد الله يخسر واحد معروف صافي كتولي تموت عليه، كتقول لي الا في الا مور، هي اللي كتكون واش ما سميتو هنايا عصام ود فجله. ديما هما كيسميو سميه ديال امواتهم ولد ولد خيزوه ولد خياره. كيقول لي مالها؟ كيقول لي طاحت مع فلان صاحبي ما ديرش في راسك انت ما تعمرش راسك بها. يعني شوف كيقرقبوه كيشربوه كيديروا لي العوده السريعه، خونا من باش جاي باش كيعاود يرجع للحبس، ما كاينش ديك اللعيبه فهمتي ولا لا؟ ما كاين الفرده كشكش وكيجيو عنده كاملين كيسمع الماطر ستاسيون وحد الباب صحاب القرقوبي يطلع كيوكلوا فيها. سيدي يلا خارج من الحبس عامين والدم ديالو صافي باش ينصحوه ويقولوا لي خويا على سلامتك وجمع راسك وعندك وكذا، واحد جاي ماطلي جنويه 22 كيقول لي هذه كم عدي بها 22 تنزيدك السيف
يعني سير قفل سير طير الريوصة، علاش جيب لي 22؟ ها علاش واحد يلا خارج كادو عاطينو القرقوبي قلت ليه الحلوة واكلها زعما كيبقى يدير اش هاد اش هاد العقلية ديال الحوالة هادي واش ضروري خاص يكون الصوت غليظ وتكون هازة معاك عادة تسمق ديالها حال شاري لماركاتي يا خويا عرفتي انا كان القانون بيدي وحق الرب العلي العظيم الكفته بحال ديال العود الكفته بحال ديال العود وتعجن برجلين بحال الهنود تعجن برجلين تشف على امها مزيان تشف على امها شي عقليه كيديره خارج عاطينو القرقوبي كشكوشه بايضه هنا بحال الرغوه ديال ماكينه الصابون كلشي مرغوي كلشي عيني مضبين كيمشيو شي قهوه معروفه ديال الشيشه ولا اكستا وتحلى العيشه وكيبداو ابالي هبل ابالي اش كتجي كتجي في بالغلط عبرتيني بحال عبرتيني هذا ربك تراك بحال عبرتيني هذا ربك طرن 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 ومعدوهم يشوفوا درك ياكل دانون وعيش بخير وبليق وزوين كياخذوا لك نظره كيلي ميلي ما مغطيني فهمتيني هما معقدين من داك اللعيبه ديال هما راه لا شافوك غير كليتي دانون قدامك يكون ماشي راجل انت ماشي راجل عشيري انت ما فيكش حس الرجوله كتاكل دانون ماشي راجل عاد بالهم هما فهمتي الا مشيتي على الطبيب وبغيتي داوي سنانك ولا شي بيضك تبيضيق هذا كيقول لك مشي على الطبيب ناري بيضك وبيضك مشي حيد سنه ماشي راجل خاصك تبقى مسوس وسنانك كحلين باش يتسمى انت راك مشرميل وزعما من الشروط ديال التشرميل والعباس فهمتي باش طيح لا دريه وكذا خاصك تكون اول حاجه تكون حاكم لا زون وحاكم المدن وتكون قبيح وتكون سميه نيت عرفتي السميه بحال بارفان خاصها تشم كلشي يعرف السميه ديال بارفان شكون هو فلان بفلان هو اللي كيخسر فلانه هو اللي ضرب فلانه هو اللي فرك لانه هو فرك لان كيبقى يهضر بالسميه وبالكنيه والحبيبه الطويله ديما لا تفارقهم ديما كيبقى يقول لك شناهو شناهو تعاشي بالحبس ترى بنادم كتكنعس ونفيقو ورا الكارديان النهار كامل يدير ليه في الفلاق راق 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 وكيقول لك كندير له نعس ونفيق انت اش كتنعس واش غتفيق اخويا انت اخويا عطاك على خبزك بعدا وخرزك عاد اجي دوي انت خرجتي من الحبس وجي لبدها وعطي الحمد يجبدها بركه باسطه الحبس راه بامكان اي واحد يدخل ليهم بامكان اي واحد يسجن ويخبط بها عباد الله راه غير بنادم خايف على مستقبله راه ماشي ديالو ري تكون مشرمل وتكون خايف في الحياه عاده تكون ترى يكون هاك يليميني بالبيض وعيني زرقين راه يهز امك يضرب امك رطاوه في السماء وحق الرب يقدر يشف على امك لا راسك يخرج لك بعصو ديالك راه ماشي ضروري تكون راه كاين اللي تهز لي جنويه مع تجي تجبدها يلاه تناوي يلاه ناوي تجبدها راه تهزيتي في السماء ان اللون راجلك ترك مغيب في السبيطار في غيبوبه وباقي كتحلم راك هاز جنويه وغتخبط عليها عباد الله راك مشيتي عند الله هذيك الساعه راه خبطك عباد الله الناس اللي واصلين هما اللي كيترينيو كيتهلاو في راسهم الصحه الماكله والعلف والراحه البال وكذا و ماشي ضروري نتقرقب ونخليها هي داويه شحال من واحد كياكل وكيخليها داويه فهمتيني ماشي ضروري واحد النوع ديال الدريه حتى هما سبحان الله العظيم وعزيز عليهم هذا النوع القباح عزيز عليهم القباح فهمتيني عاد شي كنت تما غاده مع وكتضرب مع التصوير وكتلح ستوري كتقول الرجوله يا خوتي الرجوله اش من رجوله واش من طوفوله واش من بزوله داويه عليها اختي اه تي مالكي حنا عايشين في الغابه هذاك اللي كتقولي لي تي الرجوله راه كيشوفها الضو خضر الضو احمر شاعل كيهرب كيسحبهم راه فيروج كيسحب الصطافي كيدردك ويخليك ديما وديما موسوسين هو ما هز مع والو بعد مرات كيقول لك يخ يخ الحناش يخ الحناش وتمال هما مسوقين لفين هما هذه زينه على الله هو وديما كيبغي يدير فاروشاش قدام الدريه ناري جاب الله ما هزش معايا حتى شي هز معاك كيلو ديال الخرق لاصق لك زكك اش هز معاك اصلا اش غتهز هاد الجنويه ماديه اش غدير عايبينو لك الضوا وكتهرب كيبان لك الفالو راه كدير الضوء ديالك ايوا الفاني فينا هما مالهم مالوش كاين واقع كتقرقبو وليكس طاول عرق شاخر خارج بسوين وكدور احنا راه حافظين الاخرى طبنا 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 بنادم راه هو يكون راجل والدريات اللي كيطيحوا من هاد النوع اللي كيخصو يكون قبيح وخصو يكون ضعف ضعف ما فهمتش من موك على التبيضيق ثم اللي بالكم لابس مزيان ومنتك وكذا كيليميني ماما غطيني شي داك اللي كتقول لي كيليميني راه يقدر يشطق امك في الليل باش يعلقك اما داك راه كيعرف يضربك بجنويه وما يخسركش بها اما الاخر راه ضرب امك يطبعك بحد اللاحق قسمك على جوج باش تعرفوا هاد القضيه
شي الضربه ديال هذوك اللي كيقولوا لي نتوما مشرمنين، راه كيضربوا وضربات الخواف ديما كيعرف لها، ولكن الضربه ديال الكيليميني راه ما كيعرفش يضرب، راه فين ما جات كيدير صاب صاب هو اللي كيدير شي جريمه بشعه. باش تعرفي غنمشي دارو الشرور، حتى دارو هذوك مشرمنين كيتما جاي في السوينك حتى دارهم في الليل. وفي ليله حنان هبطي والله تغطي الشروع هبطي، انتي هبطي اخر قسمه وربك هبطي. وديما كيمشيو لهذوك الديور ما فيهمش الرجال وما فيهمش خوت قباح وكذا، هما اللي كيمشيو ليهم. ما جا شي واحد ديال مكلمه ديال بصح عنده سميه وعنده كذا وعنده النفوذ وعنده الماني الوقت كيعرفوه كذا، وبق تليفون مكالمه ما يقدوش يدوروا عنده. كيمشيو على هذوك ولاد ولاد هذوك الدراري الرطبين اللي ما فهمتي كتنضغوا في الفم بحال المسكه. سيروا تكمش سيروا تكمشوا. تحياتي لكم الرجال اللي كيخدموا بعرك شافهم اللي كيجيبوا بعرك شافهم، تحياتي من الناس من الاصلات. اما البياضه راه ديما الصناده. يلا طال واهلا خويا سيمو، واهلا واهلا واهلا. واخيرا واخيرا اخويا سيمو تحقق لي الحلم ديالي بعد 30 سنه. راني تصاحبت اخويا، راني تصاحبت اخويا سيمو. فرحان ياك؟ فرحان ولا ما فرحان؟ واش الحلم ديالك دابا هو دريه و 30 سنه صاحبي ما تصاحبتش اخويا سيمو؟ 30 سنه غريبة والله حتى غير، ولكن الا شتيها قرطاسه يا اخويا قرطاسه. اخويا عرفت شنو هو الحلم؟ الحلم راه هو هذاك اللي مورايا الشيء، هو نقطع البحر، هذاك هو الحلم. فهمتيني؟ ولكن راه واعر اخويا سيمو، راه الريسك اخويا سيمو، راه الموت تما اخويا سيمو، راه الموت تما. شي انا نموت موته وحده وسط البحر وانا راجل، وما نموتش الف مره وانا حداك كنعاني. 30 عام حتى شنو درتي فيها؟ زوجتي درتي الدار درتي الولاد؟ ما درت والو اخويا سيمو، 30 سنه ما درت فيها حتى حاجه. بلاد في امريكا ما كتحقق ما كتشعلش، عاد غتشعل فيا انا وغتشعل في الكارو وغادي تحقق الاحلام وغتزيد قدام. بلاد ما كيتحقق فيها والو، فيها الحبس السبيطار والموت صافي اللي بقات. انا الحلم ديالي راه هو مورايا، هذاك ماشي حلم، هذاك انا ما نبنيش حياتي على دريه، مستقبلي ما نبنيش على دريه، نخدم ونافيك ونعاون والديا ومن الاولين. عرفتي اش غندير دابا سيمو؟ مناقص من الدريه هذه ومناقص من كل شيء، غنمشي معاك اخويا. دابا شنو هو؟ دويتي معايا؟ فقتي من الغيبوبه ودخلتي في الحلم. غنمشي معاك اخويا، اللهم حتى انا نموت موته وحده ولا نبقى نكون نهار كنموت انايا، غنمشي معاك اخويا. بلاد ما فيهاش بريكه كتشعل، هذا غتشعل. غنمشي معاك.